3 2 1 والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة إيمان عبد الله المنقوش، معلم أول تقنية معلومات بمدرسة زهرات الوطن الثانوية بنات بمدينة مصراتة ليبيا. بحكم عملي لدي معرفة جيدة ببرامج مايكروسوفت، لكني أسعى دائما لزيادة معرفتي من خلال حضور بعض الورشات والدخول في المبادرات التي تصقل مهاراتي وتحسن من أدائي كمعلم وتطوير من حولي من طلبة وزملاء في مجال التقنية. لذلك كانت مبادرة المعلمة المبدع وسيلة لتحفيزي على تطبيق بعض البرامج وإنتاج الدرس المتكامل الذي يمكن من خلاله توصيل المعلومات لطلابي بشكل أسهل وممتع. ولقد أسعدني الانضمام لهذه المبادرة ووصولي للمرحلة الثالثة منها، ما حفزني لعمل مبادرة لزملاء المعلمات بما تعلمته لمواكبة التطور التكنولوجي السريع من حولنا ومواكبة طرق التدريس الحديثة. وشكراً.